لن تصدق، أرسل زوجته للعمرة، وعندما رجعت من الحرم المكي كانت المفاجأة. ابقوا معنا لنهاية الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع 1000 صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وضع لايك لنصل بهذا الفيديو ل100,000 لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو من قناة هل تصدق. أما الآن هيا بنا لننطلق. كان هناك زوج قد تزوج من إحدى الفتيات الصالحات التي كانت دائما تقوم بالصوم والصلاة كل فرض بفرضه، وكانت تساعد زوجها كثيرا إذا أهمل بسبب ضغط العمل، ولكنها كانت تحاول جاهدة بأن يكون هذا المنزل لله تعالى فقط، ولا يدخله أي شيطان من الشياطين الذين يدمرون المنازل ويدمرون العلاقات الزوجية والأسرية. وفي إحدى الأيام جاء الزوج وقال لزوجته: إن استخرت الله تعالى في صلاتي على أن أقوم بإرسالك لأداء العمرة. ففرحت الزوجة جدا لأن زوجها اهتم بها دون أن تطلب بأن تزور بيت الله الحرام، فقالت له: تعالى معي هذه العمرة. فقال لها: سوف أجمع بعض الأموال للعام التالي حتى نذهب سويا، ولكن ليس لأداء العمرة، ولكن نذهب لأداء مناسك الحج مباشرة. فكانت الفرحة مضاعفة بعد سماعها حديث زوجها، وأمسكت يده وقبلتها على حنانه واعتنائه بها. وبالفعل جاء موعد السفر، فقام زوجها بتوديعها في المطار وهو يصلي ويدعي لها بأن تصل في سلامة الله وأمنه، وكانت أعينهما تمتلئ بالدموع من ذلك الموقف. ثم تماسك الزوج وقال لها: عليك أن تذهب الآن حتى لا تقلع الطائرة بدونك، ومن ثم تفقدي زيارة بيت الله الحرام. فأسرعت الزوجة نحو الطائرة حيث قامت بالركوب، ثم أقلعت الطائرة في موعدها. وبالفعل وصلت الزوجة إلى بيت الله الحرام، وقامت بالاتصال بزوجها حتى تعلمه بأنها قد وصلت بسلامة الله تعالى، وأنها بالفعل بدأت في أداء مناسك العمرة. ففرح زوجها وقام بالدعاء إليها حتى تعود بسلامة الله وحمده. وبالفعل انتهت الزوجة من مناسك العمرة ومن زيارة بيت الله الحرام، وجاءت حتى تعود من بلدها وإلى منزلها مرة أخرى، ولكنهم بسبب ظروف معينة قامت شركة الطيران بتغيير موعد الطائرة، ولكن الزوجة رفضت بأن تقول لزوجها حتى تفعل له مفاجأة عند وصولها بدون علمه. وبالفعل سافرت الزوجة ورجعت إلى منزلها بدون علم زوجها حتى تحدث له مفاجأة، وقامت بفتح باب المنزل دون أن يشعر بها زوجها، ثم دخلت حتى تبحث عنه في المنزل فلم تجده، ولم يتبقى سوى غرفة نومه، فاتجهت نحوها وقامت بفتح باب الغرفة بشكل هادئ جدا حتى تشاهد الفاجعة الكبرى الغير متوقعة على الإطلاق، وهي أن زوجها يفعل الحرام مع فتاة أخرى على فراش الزوجية. فكادت الزوجة أن يجن جنون عمرها، كيف زوجها يفعل ذلك؟ هل هي في حلم أم في علم؟ فلن تصدق ما شاهدته، فتراجعت إلى الخلف وجلست خارج الغرفة حتى تفوق من هذه الصدمة. وبعد عدة دقائق خرج زوجها من غرفة نومه ومعه هذه الفتاة، وهو عاري تماما من ملابسه، والفتاة الذي معه كذلك الأمر. فتفاجأ الزوج بزوجته وهي جالسة خارج الغرفة، فكانت صدمة أيضا للزوج الذي لم يتحمل بأن زوجته تشاهده هكذا، فوقع على الأرض مغشيا عليه. وعند وصوله إلى المستشفى كانت قد انتهت حياته وقابل الله سبحانه وتعالى. وبالرغم من كل ما حدث إلا أن زوجته حزنت عليه وعلى وفاته قبل أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولم تريد أن تفضح زوجها، بل كانت تدعي له بأن الله تعالى يسامحه على ما فعله، وكانت تسأل الشيوخ هل يجوز أن تكفر عن ذنب زوجها بعد مماته، وذلك لأنها كانت تحبه وهي تعلم أن الشيطان هو من دفعه إلى هذا الذنب وإلى تلك المعصية. فكانت تريد أن تقدم توبة نصوحة إلى الله عز وجل أولا، ثم بعد ذلك يحدث ما يحدث. فلذلك علينا أن نأخذ حذرنا بما يكفي، لأننا لا نعلم الساعة التي نقابل فيها الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن نكون دائما مستعدين لمقابلة الله عز وجل في أي وقت حتى يكون مأوانا الجنة. اللهم آمين يا أرحم الراحمين. شاهد: هذا الرجل كان يصلي في الشارع، ولكن هذه المرأة كانت تحاول أن تلهيه عن صلاته، فما حدث كان معجزة.
ولكن قبل أن نبدأ، وإذا كنت مسلماً ضع لايك لنصل بهذا الفيديو لمئة ألف لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو جديد من قناة هل تصدق؟ والآن هيا بنا لننطلق. مرحبا بكم من جديد. كان هناك رجلا يعرف الله سبحانه وتعالى جيدا، وكان دائما يقوم بالصلاة كل فرض بفرضه، ولا يفوته فرض على الإطلاق مهما كان متواجدا، فكان دائما يحاول أن يقيم الصلاة في أي مكان متواجد به. فإذا كان بسيارته كان يقوم بركن السيارة على جانب الطريق، ثم يقوم بالصلاة بجانب سيارته. وفي إحدى الأيام كان ذاهبا إلى مكان عمله حتى يحضر بعض الأشياء التي يقوم بالمتاجرة بها، وأثناء وجوده في هذا المكان لم يكن هناك مسجد قريب منه، حيث كان قد تأخر على موعد الصلاة، ولكنه لأنه رجل يخاف الله وينفذ وصاياه قام بالصلاة بالشارع أمام جميع المرة. فكان يستغرب البعض من الناس على ما يحدث من هذا الرجل، كيف يقوم هذا الرجل بالصلاة في الشارع؟ وأثناء ذلك مرت من أمامه امرأة كانت تنظر عليه من بعيد، وعندما اقتربت منه قالت له: ماذا تفعل يا رجل؟ هل الإيمان والتقوى لم يحضروا غير الآن؟ وكانت تحاول أن تلهيه عن صلاته عبر تشتيته بكلامها، ولكن الرجل لم يلتفت إلى كل هذا الكلام، وظل يستكمل صلاته حتى آخرها. ولكن المرأة كانت واقفة تستهزئ به وتقوم بالضحك عليه على ما يفعله هذا الرجل، وأنه كيف يقوم بإظهار نفسه أمام الجميع بأنه هو الرجل المقرب إلى الله تعالى والعارف بالحق وبوصايا الله ورسوله. ولكن بعد انتهاء هذا الرجل من صلاته قام بفتح عينيه، وإذا سيارة تأتي وقامت باصطدام إحدى السيارات الأخرى، وقبل أن تصل السيارة إلى هذه المرأة كان الرجل قد أسرع وانتشى للمرأة من أمام السيارة قبل أن تصطدم بها، وكانت انتهت حياتها على الفور. فنظرت المرأة وهي لن تصدق عيناها بأنها ما زالت موجودة على قيد الحياة، وإن من قام بإنقاذها هو الرجل التي ظلت تستهزئ به أثناء صلاته في الشارع. فانهمرت المرأة في البكاء الشديد خجلا من الذي فعلته مع هذا الرجل الذي قام بإنقاذ حياتها. فابتسم لها هذا الرجل وقال لها: إن الله تعالى قد كتب لك عمرا جديدا في هذا اليوم، وإن ما فعلتيه معي لا يهمني في شيء، لأني أقوم برضا ربي سبحانه وتعالى، فلا يهمني من حولي، وإني لم أقوم بالصلاة في الشارع من أجل مدح الناس لي، بل أقوم بالصلاة في الشارع خيرا من أن لا أقوم بالصلاة على الإطلاق، وأتحجج بأني غريبا وليس هناك مكانا للصلاة. فمن قرر أن يرضي ربه ورسوله فعليه أن يفعل أي شيء دون أن ينظر إلى الناس وإلى كلامهم أو تنمرهم، مثل ما حدث معي اليوم، ولكني أنظر إلى الثواب الذي يمنحني إياه الله سبحانه وتعالى، ليس على الصلاة فقط، وإنما أيضا على استهزاء الناس بي، فهذا أيضا له أجر مختلف عن أجر تلك الصلاة. اللهم اجعلنا نعمل لرضاك ولا ننظر إلى كلام البشر، فاجعلنا نرضيك لا نرضيهم،